ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد اسم لله. حضرتك ايه؟ نجلاء فتحي. نجلاء فتحي. عندك كام سنة؟ هو حضرتك منين؟ من سمادو المركز أشمن من فوق. تمام. وحضرتك كنت راكبة القطار، ايه اللي حصل؟ كنت راكبة من الشغل، دي القطر السريع عداني. بعد ما القطر السريع عداني مش بدلتني، القطر اللي أنا فيه جاب راحت تاني بسبب شوية، وبص راحت من عند كتفي كده راح القطر خابط. فانا صرخت صرخه في الاقصى دي، صرخت مفيش لحظتين اتنين، لقيت زي ما اكون قنبله فرجعت وتراب انحدف علينا من القطر اللي احنا فيه، انحدف ناحيه الدور عمل علينا عفره جامده. في اللي مات، في اللي طلع من صدره، في اللي متكسر، في اللي كتم. كان معاكي حد من أهلك؟ لا دي اللي بنمشي بنستوجه مع بعضنا، المجموعة اللي كانت بتستوعب معايا كانت مع بعضنا، بنيجي مع بعضنا. وانت كنت فين ورايحة فين؟ أنا ببيع شوية خضار وسمنة وجبنة وخضار في مصر. حضرتك بتبيعي سمنة وجبنة وكده في القاهرة، وبتروحي شبين كل يوم، بتمشي في المواعيد دي؟ في قطر 7 قطر 7 بيوصل كام؟ بيوصل 8 ونص ساعة كده. كنت يعني في حاجة كانت قبلها مثلا بتديكي تنبيه اني مثلا القطر هيبقى فيه خبطة او كده، ولا هو جه مفاجئ ليكو؟ لا تنبيه الاول في الصرخة الاولانية انا صرختها، في حكات بقى القطر بقى في القطر في الجنيبة مع بعض. يعني هو ارتطم بالطرق كده يمين وشمال. كان معاكي حد من المنطقة اللي انت تعرفيها غيرك؟ ناس كتير من بلدي. ناس كتير من البلد؟ انتوا بتروحوا ترجعوا سوا كل يوم؟ ألف سلامة على حضرتك. الله يسلمك. ما زلنا متابعي جريدة موقع مصر من كل مكان. لقاء مع مصابي الحادث، الحمد لله الحمد لله، يعني إصابات خفيفة، ولسه متابعين مع حضراتكم حالات. استاذ علي وصول هيئة الهلال الأحمر لمعاونة أجهزة المستشفى في